هل يجوز للمرأة أن تكون معلمة في المسجد تعلم النساء أمور الدين؟ إذا كنا منسترات في مكان مستور لا يراهن الرجال فلا بأس، لكن أن يكون هذا في بيتها أفضل وأحوط، أحوط لها، تدرس النساء في بيتها، هذا أحوط لها وأبعد عن أبعد لها عن الفتنة. لكن لو كانت في مكان مستور من المسجد فهذا يجوز، لكنه خلاف الأفضل وخلاف الأولى. نعم.